حكم استخدام معجون الأسنان والسواك في نهار رمضان. معجون الأسنان مثله مثل السواك، جائز، ما في مشكلة، لكن عند قيد، بقيد، وهو ألا يدخل شيء، لأنه رطب، هو صحيح، ألا يدخل منه شيء إلى الحلق. إذا كان دخل منه شيء إلى الحلق بعدها يجب القضاء. أما إذا كان محترزا، الناس ربما في استعمال هذا المعجون على اختلاف بينهم، فإذا كان يعني متأكدا محترزا من دخول أي شيء من هذا الرطب إلى الحلق فلا شيء عليه. ولذلك حتى في السواك يتحدث الفقهاء عن نوعين من السواك، نوع الرطب ونوع اليابس. صحيح، نوع اليابس ما فيش مشكل، صحيح، طول النهار، صحيح، بعكس بعض الأئمة في المذاهب يقولون بكراهته بعد النصف الأول من النهار، لكن مذهب مالك في النهار كله جائز. والسواك الرطب إذا نفس القضية في المعجون، إذا لم يدخل منه شيء، لم يتحلل منه شيء فيدخل الحلقة فلا شيء فيه. إيه، لأن في طعم يا شيخ يعني قوي جدا. الطعم في حد ذاته على طرف اللسان لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر هو دخوله الحلق. الحلق، نعم.